أخي لا تقلي ولا بقلك، مختصر الحكي النسوان كارثة حقيقية. بقى أنا شو بدي بقصة هالجواز؟ بعدين لو كنت متجوز كنت لقيتني قاعد عند فؤاد هون وكل يوم. معك حق أخي فوزي، فعلا الجواز هو وقلته، وأنا معك بكل حرف قلته. مو مسألة هو وقلته، بالعكس صدقني لو كنا متجوزين كانت هبطت علينا هموم الدنيا وانقلبت حياتنا فؤادي تحتاني. تصوروني مشان اسعد قلب بنت فرتوكة روح طرى اجوازي، ايشو مجنون انا لاعملها؟ احمار؟ اعوذ بالله، محلاكو عاملها؟ ما بعملها، حدا بجيب الدب لكرمه؟ اخي شفيق، انا الدب برايي له جماعته، بيلعبوه بدللوه بيطالعوه على ظهرهم بينزلوه ينمحوا ينضربوا هن وياه، اما انا فبحياتي ما في مكان لا للدباب ولا للسعدين. برافو عليك، هذا هو الكلام اللي بينسمع، لانه كيدهن عظيم ما في كلام. لا وخاصه اني انا كنت متجوز ومجرب. الله يصلحك، يعني ضروري تجرب انت الثاني. يا اخي خليك بعيد، خليك عصفور طيار، قطاف ورد شمام هوا، يعني شم ولا تذوق، ما بدك هالدوقان منوب. اخي انا جمله شم ولا تذوق بتعجبني كثير، لانه بمجرد ما تذوق رح تستدوي وهون المصيبه، ما بتلاقي حالك الا وقعت بالفخ وعم تصرخ بالولي والاخ. يا جماعه انا بعد جوازتي الفاشله صرت دقق كثير، وامي ما في غير بتنق علي وبتقلي تعال حتى نجوزك، وانا ما في خواص بنوب. قلت لها امي لما قالوا له للجمل تعال حتى نجوزك ضحك وانشرمت شفته. بقى انا ماني ولد صغير لحتى يطير عقلي بسيره الجواز. الله يرضى عليك، لا بقى تفتحي لي هذا الموضوع نهائيا. النسوان متعبين وانا ما بدي احط راسي بين الروس واقول يا اقطع الروس، ما بدي. صحيح من حقك تتوسوس يا فوزي، لانه ظن العاقل احسن من يقين الجاهل. صحيح بدي اسالك، انت بزمانك كنت بدك تاسس نادي للمطلقين، شو صار فيه؟ يلي صار انه جمعنا الفلوس من الاعضاء واشترينا الارض، بس طم غم الدولة بالاتفاق مع الجمعية النسائية والتنسيق مع قاضي الأحوال الشخصية حجموا عنا الموافقة. مين؟ المسؤولين؟ لا، النسوان. يا أخي شو بده يحكي الواحد؟ كيدهن عظيم ما في كلام. وليش حجبوا الموافقة؟ شو أنتوا عم تأسسوا حزب؟ قال نحن عم نأسس حزب للمطلقين، وهالعمل هاد يعتبر عمل تخريبي بحق المرأة، وبيخافوا إنه يزداد عدد كارهي الزواج. يزداد شو بده بهالشغلة؟ أما سمعه. بس بتعرف أخي فوزي، أنا كل اللي بعفو عنك إنك تجوزت وطلقت. ما طلقت؟ بلا طلقت، بس شو سبب الطلاق ما بعرف، ما عندي أي فكرة. لا تحرجوا شفيق، لا تحرجوا، مرته طلقته. لا لا أبدا، ما في أحرج المسألة. يعني رح تحكينا قصة؟ إذا حابين تسمعوها بحكيها. وليش لحتى ما نسمع بنسمع؟ هذا يا سادة يا كرام، بليلة ما في ضوء قمر تجوزت وحدة، صحيح بنت عيلة وبنت ناس، بس في عندها غيرة شديدة ويباسة رأس. لا وفوق كل هاد نخشة كتير ودلوعة، وكلمتها عندي مسموعة، كنت دللها كتير ونفذ لها طلباتها، رغم كل هيك ما كان في فايدة. يخرب ديارهم، بياكلوا وبينكروا مثل القطاط. معلوم أخي معلوم، كيدهن عظيم يا لطيف. مزبوط، باخدها مشوار ما بيمشي الحال. بلا شو بدك لكان؟ بتقلي فهمك كفاية. بشتري لها فستان ما بيعجبها، شو طلباتك؟ بتتغمني وبتقلي فهمك كفاية. اشترينا لها ذهب كمان ما مشي الحال، لك شو بدك؟ فهمك كفاية. بدلنا لها البيت، غزلناها، بطخناها، وعلى كلمة فهمك كفاية فهمك كفاية. يلعن فهمي على بهمي إذا كنت تفهم عليا. يا لطيف، يا لطيف على النسوان، شو مكيودات وملفلفات مثل استغفر الله، سامحنا يا رب. كمل أخي فوزي، كمل كمل بلا ما نغلط بالحكي. طبعا كل هالكلام مقدمة ما له علاقة بموضوع ليش مرتي طلقتني. لا وشو، حضرتك قاضي وطلقتك مرتك، شلون لو كنت إنسان عادي؟ جنس يا لطيف تلطف. المهم يا أخوان، هذا أنا كنت قاضي بأحد الضياع، وكانت تيجي لعندي قضايا أشكال وألوان. اسمعوا هالقصة من أولها. شبك صايبتك الجمدة وهمدان بفرد همدة؟ احكي لك كلمة مع هالقردة. نعم. وحدو. شبك داحش وشك بالقضبارة وشارد؟ فعلا معك حق، شارد انا. وبمين شارد من غير شر؟ في عندي هون دعوة تثبيت نسب معقدة شوي، في بنت
إذا ثبت نسبها لأبوها بترك ملايين، وإذا ما ثبت فبتروح تركي لعمة أخو أبوها، وخايف ما أطلع راس بهالقضية. إيه لا تخاف، أنت أبوها. نعم. هلأ أنا شو بدي بشغلك المكركب؟ عم أقلك حاكيني بهالسهرة، ناغشني ولا خلاص تجوزنا وراحت البهجة؟ لا ولو، بتضلي أنت تاج راسي. تعرف أنا ملاحظت لك شغلي. شو هي بقى؟ صحيح أنت داحش وشك بالورق، بس أبصر فكرك وين عم يسبح. لك وين بده يسبح يعني؟ آخ آخ، على ما أفتح طاسة راسك وشوف شو عم يصير بتلفيف مخك. تفتحي طاسة راسي؟ بعدين أنا 100 مرة قلت لك لا تجيب شغلك على البيت، هذا بيت مو محكمة، مالك قاعد ورا القوس أنت؟ لك هلأ فاهميني، شو اللي مضايقك؟ ما عم بفهم عليكي. ليش من إمتك كنت تفهم علي؟ لك هلأ أنت بدك شي، ناقصك شي، لازمك شي، عم بيجعك شي، فاهميني؟ لك شو آخرة قعدتنا بهالضيعة؟ داعي تخلقيها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، 100 مرة فهمتك، نقلي عالشام ما في، على الأقل بدنا 4-5 سنين تانيات، أو بدها واسطة، وواسطة ما عندي، شو عمل لك؟ بعدين هي جارتك لطيفة، روحي تسلي معها. ما بدي، مليت منها ومن قصصها الولادية. ليش؟ والله المخلوقة ناعمة كتير ولطيفة. والله؟ أصلاً أخذت لك عقلك لطيفة، بيندق الباب بتركض لتفتح أركيد، وبتفوت الخانم وهي عم تتقصع وتتدلع وبإيدها صحن التبولة، وقال شو؟ سمعتك إنك بتحب التبولة، فعملتها خصيصاً لعمو فوزي. لك خافي ربك يا لطيفة، خافي ربك يا مخلوقة. شفت شلون؟ شفت شلون الله قلطعك وذكرت اسمها؟ أصلاً لو ما عم تفكر فيها ليل نهار ما كنت ذكرت اسمها على لسانك. لك يا جميلة، خافي ربك، لطيفة قد بناتي. قد بناتك؟ وأنا قد مين يا بعدي؟ قد حماتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، شو بتحبي النقار والنكد؟ روح قلبك نكش المقت من تحت أظافيرك، أنت ما بتستحي تحكي معي بهالطريقة؟ ما بتستحي تحكي بهاللهجة؟ أنت اللي لازم تستحي من البصبصة على وحدة قد بناتك. إي والله ما يدرى أبوها إنه جارهم القاضي يا عمي. لك شو جنيتي أنت؟ يخرب بيتك، شو هالحكي اللي بهز البدن عند المساء؟ شفت شلون بتتضايق لما الواحد بيكشفك؟ شفت؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا جميلة، لا تخلي فكرك المريض يتخيل شغلات ما لها أساس، حرام ما بيجوز. شو هذا يلي ما بيجوز؟ ما بيجوز تتفشش فيني عالطالعة والنازلة وتخترعي قصص وهمية وغيرة مصطنعة. ها؟ وهمية؟ اي طبعا، هذا كله لأنك ضايجة ومتضايقة من القعدة لحالك. فكرك أنا مالي حاسس فيكي حبيبتي، بالعكس ياما حاطت حالي محلك وياما شفقان عليكي، بس شو بدنا نساوي حبيبتي؟ هذا شغلي وهيك وظيفتي وهيك قدرنا. يعني لساتك بتحبني؟ بسمعوا على هالحكي، لكن معقولة انساكي؟ على كل إن إذا حابة نتعشى أمي، أمي روح على الكازينو، أنا ما عندي مانع، منشم شوية هوا ومنغير جو. صحيح. ولا وليش لا؟ يعني ما بتتعطل عن شغلك؟ لك يا ستي شغلي ملحوق عليه ولا يهمه. مساء الخير جارنا. أهلين لطيفة، أهلا وسهلا، فوتي. مساء الخير خالي. أهلين لطيفة، ليش عاملة لحالك سئلة؟ ولو، هذا واجبنا خالي، امبارح سمعت عم فوزي عم بيقول انه صلكم زمان ما ساويتوا كبة، فحبيت ساوي له شوية كبب من تحت دياتي، بس ان شاء الله يعجبوه. ولو ولو يا لطيفة، معقولة معقولة انت تساوي شيء ما يطلع طيب من تحت ايديكي؟ صدقيني لهلأ الكريم كراميل تعمطه تحت اسناني. شكرا عمو، بس انا على كل حال ما بطلع نقطة بحر خالي جميلة. هذا من ذوقك حبيبتي. هاتي هاتي عنك، اسلموا هاليدين. وإن شاء الله يعجبكم قالب الجاتو، وخاصة عم فوزي، لأنه هديك المرة قال لي جاتوكي معجن، بقى هالمرة نشفته تمام وحطيت له زبيب مثل ما بيحب، وضليتني قاعدة مقابل هالفرن وبإيدي الشوكة، ساعة غزة من هالطرف وساعة من هالطرف، وهيك لحتى اطمنت عليه. بعد هالجهد الجهيد يلي بذلتيه بدي أكله حتى ولو كان محروق. فوزي، وهلا رح قلك قصدي تصبحوا على خير. لك لا، شو تصبحوا على خير؟ فوتي فوتي حبيبتي، فوتي فوتي، ما بتروحي بتتعشي معنا. هو البابا رح يسهر مع المحافظ. عظيم عظيم جدا، معناتها ما حلوة تتعشي لحالك، تعشي معنا. فوزي، شبكي جميلة؟ لسه فوزي فوزي حبيبي،
عاوزتك شوي. خير 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 شبه؟ ولك أنو خير؟ الله يقصف عمري، إن شاء الله لا أخلص منك ونفصولك. ليش شوفي؟ شلون شوفي؟ لك شايف هالفصعونة اللي لسه ما فقست عنا البيضة، شلون عم تغازلك وتتدلع بكل وقاحة؟ يخرب بيتها شو مدهرني. لا وشو؟ وعملت لك كبة كمان كأنه أنا مالي وجود بهالبيت. لك طولي بالك طولي بالك، شبكي هيك مثل لو كانت أمها فوق راسها ومالها مرتحمة كانت عرفت شلون تربيها. تروح روحك إلهي يا لطيفة وتلحقي بأمك على أهون سبب يا رب. لك بس بقى بس بقى يا لطيفة. عم تلفظ اسمها قدامي كمان. ولك 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 ولك. خير عمو؟ شبها خالي؟ شيء أما هي قصة؟ يعني معقولة مرتك تغار من وحدة قد بناتها؟ لكن المسكينة كانت قليلة الثقة بنفسها. صحيح هي الثانية حلوة بس ما لها شعرة بهذا الشيء بنوب، ولو ما كنت أنا عم دلل أقول الحق علي أنا عم أهملها. إيه بس الدلال اللي أكلته مني غيره ما حدا أكله. يخرب ديارون الكيد دابح الدبح من الوريد للوريد. المهم كل يلي سمعتوه مقدمة لحتى تعرفوا طباع هالمخلوقة النارية. فعلا هالمخلوقة مثل بارود هربوا، وهيك نوعية من النسوان خطرها بقصر العمر. المهم مرة كنت بالمحكمة عم أقضي وأمضي وشغلي لفوق راسي، وكان يوم خميس وكان بقيان لانتهاء الدوام نص ساعة. كانت قليلة الثقة بنفسها. صحيح هي الثانية حلوة بس ما لها شعرة بهذا الشيء بنوب، ولو ما كنت أنا عم دلل أقول الحق علي أنا عم أهملها. إيه بس الدلال اللي أكلته مني غيره ما حدا أكله. يخرب ديارون الكيد دابح الدبح من الوريد للوريد. المهم كل يلي سمعتوه مقدمة لحتى تعرفوا طباع هالمخلوقة النارية. فعلا هالمخلوقة مثل بارود هربوا، وهيك نوعية من النسوان خطرها بقصر العمر. المهم مرة كنت بالمحكمة عم أقضي وأمضي وشغلي لفوق راسي، وكان يوم خميس وكان بقيان لانتهاء الدوام نص ساعة. شو بالظاهر أنت ما بتعرف أنه أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ يا سيدي بعرف، بس هي مستلعة وكرهانتني. شوف أنا رح أمهلك شهر، بلكي بتقدر تدبر وضعك معها. بعدين لا تنسى أنت في عندك ولدين منها. نعم يا سيدي، والله أبي يتقطع عليهم لما بحس أنه رح يصيروا بلا أم. ماشي الحال، استهدي بالرحمن، الله معك. أبو لطفي، أبو لطفي. نعم سيدي. في عندك حدا برا؟ برا لا سيدي ما في برا. لك سكر لي هالباب خليني خلص توقيع قبل ما اروح على البيت. حاضر لوين يا أختي لوين؟ مري يا أختي بشوف القاضي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهليني يا أختي. مري حضرتك القاضي؟ أيوة أنا القاضي. مري هالولد أمانة برقبتك وما إله غير الله وإنت. يا مرة يا حرمي يا أختي يا أبو لطفي أبو لطفي. نعم سيدي نعم. أنتم هاي المرة يطلعنا وانتم. يا مرة يا أختي يا حرمي. بس 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 سيدي وينها؟ وين راح؟ سيدي ما لقيتها، بتقول ملح ودهب. سيدي يخرب بيتها على هالعملة. شو سيدي؟ لمين هالولد سيدي؟ لك شو لمين هالولد؟ ما شفتها بعينك دخلت لهون تركته على الطاولة وهربت ولا كنت نايم؟ ايه سيدي ايه مظبوط. ايه هالك يا سيدي لها؟ امسك امسك على مهلك على مهلك. ها دير بالك عليه. مسكين يا مسكين يا مسكين. الو اعطيني قائد الفصيل. راح على البيت؟ اعطيني رئيس المخفر بسرعه. الو مرحبا طراد افندي، في مره فاتت لعندي على المحكمه قبل شوي تركت ولد رضيع على الطاوله وهربت. استنفر عناصرك حتى تدوروا عليها بسرعه. تحركوا بسرعه مفهوم؟ لا لا لابسه ملايه سودا ورخيه على وشها. ايه مو سمينه رفيعه قامتها وسط. الله معك. العمى شو هالبلية؟ وشو رح تعملوا بالولد سيدنا؟ والله ما بعرف، لك القصة انه هون بالضيعة ما في عنا ميتم. ايه الله يستر علينا وعلى عوائبنا بجاه الرسول الاعظم يا رب. امين يا رب. والمشكلة يا ابو لطفي انه الساعة صارت تنتين واليوم خميس، يعني ما في محل نحطه فيه، وين بدنا نحطه؟ هو سيدي انا كنت باخده معي بس معلومكم صلخة بعيدة
وفي شي ساعتين مشي بهالوعر كمان. أعوذ بالله، هذا ولد صغير مثل عرق الريحان، يعني عمره يومين ثلاثة، بده رعاية وتنظيف وعناية وإلا بيموت لا سمح الله. معلوم يا سيدي، هذا لساته مثل القطة المغمضة. مستوصف. ألو، أعطيني المستوصف. ألو مستوصف، وين مدير المستوصف إذا بتريد؟ راح على البيت؟ طيب سؤال، عم يحكي معكم القاضي، في بالمستوصف حاضنات أطفال؟ شلون؟ ما في؟ طيب في عندي ولد صغير عمره يومين ثلاثة، إيه يومين ثلاثة، بتقدروا تستقبلوه؟ شلون؟ بأي صفة؟ بصفة نزيل مؤقت على حساب المحكمة الشرعية. ما في حدا. والممرضات كمان ما في حدا. يا حبيبي ملا مستوصف. وبعدين سيدي شو قررتوا تعملوا بهالولد؟ والله ما بعرف. قالوا نعم. ايوه ما لقيتوا المرأة؟ مين عم يحكي؟ ايوه رئيس المخفر، اهلين مساعد طراد. ما بين معكم شيء؟ طيب خليكم عم تدوروا، انا راح اعمل مذكره بحث. الله معك. سيدي عفوا، بقيان 10 دقائق لحتى يتحرك بعد الصرخه. سيدي ليش وين بدنا نروح؟ سيدي عفوا، انا بدي اروح. سيدي روح تيسر، الله معك. سيدي بس مشان الولد. سيدي هاتوا هاتوا عنك، هاتوا انا بدبره. بس والله هكلا همك سيدي. خلاص لا تاكل همي، روح انت الله معك. يعني شو رح تعملوا فيه سيدي؟ شو بدنا نعمل معه؟ بدي اخده معي على البيت. الله يجزيك الخير ويبعث لك على هوانيتك يا رب. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام. السلام عليكم. شو هادي اللي حامله بايدك؟ لك شو هادي اللي حامله؟ يعني ولد؟ ولمين هالولد؟ ما بعرف. ولك لا تجنني. يا حبيبي بس. شلون ما بتعرف؟ مثل ما سمعتي، فاتت لعند مني مرة زتت الولد على المكتب وراحت هربت. شو شايفني جذبة قدامك؟ ولك أنا مرة هي وأنا بطيخ بمسمار. شوف فوزي، يا بتقلي لمين هالولد، يا أما بعمل ليلتك سودا وبطربع على دماغك. ولك ليش كلامك كبير أنت؟ يمكن ماله أهل، يمكن أمه اللهم عافينا، بعدين ما حدا قبل يستقبله، لا مستوصف ولا من يحزنون. شو بدك يعني زدته بالشوارع للكلاب والقطاط ينهشوا، ولا جيبه ضبه ببيتي واكسب فيه ثواب؟ ولك لهالدرجة مستسخف بعقلي؟ شو فكرني هبلة وعلى نياتي؟ قلي لشوف، من مين متجوز انت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شوف عم قلك، لا تاخد المسألة انقلة، كل شي بيصير بالمسخرة الا جيبان الاولاد. قلي لشوف، انو نورية متجوز انت؟ لك يا جميلة كبري عقلك وفوتي سوي له ببرونة حليب لهالولد، خلينا نطعميه حرام. ولك ما شبعت وقاحة انت؟ بدك يعني طعمي لك انا ضرتي؟ لك انا ضره هاي؟ ولي على حظي يا امي، تجوز علي بالسر بليله ما فيها ضوء مريم انتي. ولي على حظي يا امي، ولي يا امي الحيني، يا امي انتي الحيني، تجوز علي يا خاين يا غشاش. اخ يا امي انتي، تجوز علي الخاين الحيني يا امي. يا جميله يا حبيبتي أخ. يا حبيبتي لا تقول حبيبتي بعيد لبعيد يا خاين، روحي. ايه يا حبيبي. مرحبا. اهلين لطيفه حبيبي، اهلين فوتي. جبت لكم كريم كراميل. يسلم والدين، يسلموا، كلك ذوق، كلك ذوق حبيبتي. شو هاد ولد؟ من وين جبتوا عمو؟ خلصي وليه تضربي انت والكريم كراميل تبعي، روحي بوشي، روحي بوشي وليه. ايه وبعدين شو صار؟ شو بده يصير يعني؟ المخلوقه اصرت على الطلاق رغم انه بعتنا الولد على الشام وحطيناه بالملجا، لكن الخانه ما فاتت بعقل القصه كلها وطلقتني فعلا. وهي عنحاء ما بتجيب اولاد؟ طبعا، وهي بتعرف انه العله فيها. إيه بس هاد شغل ربنا عز وجل. ها مشان هيك زاد الطين بله، لانه هي المساله حساسه كثير بالنسبه لها. يضربوا شعاله صغير. يا سيدي هلا انتو سمعتوا مني قصه طليبتي، ممكن نسمع منك يا استاذ شفيق قصه عدم زواجك؟
قصة عدم زواجي قصة غريبة، عقدتني من النسوان وخلتني أقول يا رب التوبة. ليش بقى؟ هات لشوف سمعنا. ولك شو بدي أحكي لأحكي؟ يعني بالمختصر، إذا كانت المرأة حلوة بدها توجع لي راسي، وإن كانت بشعة ما رح تعجبني، وإن كانت متكبرة بدها تحتقرني، وإن كانت عنيدة رح تجاكرك، وإن كانت غنية رح تحكمك، وإن كانت مثقفة رح تتفلسف عليك، وإن كانت بخيلة رح تجوعك، وإن كانت كريمة رح تصرفك مصاري، وإن كانت مجنونة رح تهسترني، وإن كانت ما بتجيب ولاد رح تقهرني، وإن كانت قوية رح تضربني. بقى شو بدي بوجعة هالراس؟ خليني واقف على شط الأمان أحسن لي، ويلي عم يصح لي وأنا عزابي إذا كنت متجوز ما بيصح لي. أخي شفيق، أنت كل شيء قلته من آراء ما عليه غبار نهائياً، بس أنا المعلومات اللي عندي إنه في قصة معينة حدثت معك. ولا يهمك يا فوزي، رح أحكيها. يا سيدي، مثل ما بتعرفوا جميعاً، أنا رجال مقلع دراسي بالتجارب، وقضيت عمري كله وأنا عم ألف وإجمع وإستقصي حكايا النسوان وغرائب طباعهم وعجائب أخلاقهم، هيك لحتى صار عندي مجلدات بتملي مكتبة ومؤلفات بتبني مصطبة. منين كنت تجمع هالقصص؟ منين يعني؟ مما قرأت وسمعت وشاهدت. يعني لو قالوا لي في قصة عن النسوان حدثت باليونان بدونها بكتابي، ولو في قصة بتتعلق بالحريم حدثت بالمريخ بسطرها على الفور بدفتري، هيك لحتى تصيط كتابي وصار عبرة للمتجوز والعزابي. صحيح، كلنا بنعرف هالشي، وصيت كتابك مطنطن وحاوي كل شيء مثل مطبوخ الأرمن. ورغم هالشي يا سيدي، صارت معي قصة لا كانت لا على البال ولا على الخاطر، ويا ماشي على رجليك، ما بتعرف شو مقدر عليك. هات لنشوف، حكينا يا شفيق. هذا يا أخواني، كنت بزماني مسافر سفرة بعيدة بتتعلق بتجارتي. بنص الطريق وقفت بضيعة صغيرة مشان ارتاح وألقط نفس، ومدري كيف هيك تذكرت صديق قديم ساكن بهالضيعة من زمان وبيشتغل طبيب بهالضيعة، فهرعت من فوري وسألت عن داره واجتمعت فيه وصرت أسأله عن أخباره. احتفل الزلمة فيني احتفال رائع وما قصر بضيافتي هو ومرته. ليش صاحبك متجوز؟ أي نعم. ومن أمتى كنت تتعاشر متجوزين؟ بعلمي قاطع له الورقة من زمان. صحيح، بس الظرف حكمني، ما كنت بعرفه إنه مضروب على قلبه ومتجوز. ودخلك متفاهم مع مرته ولا لا؟ إذا قالك إنه متفاهم مع مرته على أتم انسجام، معناته مرته ضابعته ما في كلام. يا سيدي، يبدو لي إنه متفاهم معها، لأنه هالمخلوقة لا هي أنثى مايعة ولا شخصيتها ضايعة، بالعكس عندها تكبر عجيب وبنفس الوقت متواضعة. والحقيقة هالإنسانة فريدة من نوعها، يعني إذا حكت بتأسرك، وإذا سكتت بتبهرك، وصوتها لا هو يعني نحيف عم يلعلع ولا طحين عم يبعبع، وعندها مقدار من الخشونة ما يكفي لإعجاب الرجل، ومقدار من الليونة ما يعجب. شباك شفيق، شايفك عم تسترسل، وبعدين ما في بالعادة تسترسل بمدح مرة. صحيح، بس أنا عم بعمل مقدمة حتى تعذروني بالخاتمة. ليش؟ شو كانت الخاتمة؟ هلأ اتركه بالمقدمة وخليه يسترسل. ايه شفيق، كمل لشوف. المهم يا خلاني، اتغديت مع العيلة وقعدت اشرح لهم عن كتابي ملاعيب النسوان، وثروة خانو مدامته عم تسمع، واختها فوزة خانو عم تصغي وتتبع. لك ميت اهلين وسهلين حبيب القلب والعين شفيق افندي. بكم يا سيدي بكم. لك عن هيك قلت لي مقضي كل وقتك بجمع حكايا النسوان ومكايدهم. اي نعم، وصار عندي من اخبار وحيل النسوين 10 مجلدات واربع دواوين. ممكن اسال سؤال يا سيد شفيق؟ بكل سرور، تفضلي. عن ايش عم تدور هالحكايه؟ كل شيء بيتعلق بالمراه، كل شيء، حياتها، ذكاءها، مكرها، دهاءها، ملاعيبها، اساليبها، حيلها، شيطنتها، يعني كل شيء بيخطر بالبال وشي اغرب من الخيال. طيب على هوا ما سمعت منك، ما لقيت بين تعبيرك كلمات مثل شجاعه المراه،
تضحيتها، وفاءها، إخلاصها، أمومتها. بقى ممكن أعرف شو السبب؟ صحيح، ملاحظة مرتي صحيحة، يعني عدم المؤاخذة. ما سمعنا منك إلا كل تعبير عاطل. بقى شو قصتك مع النسوان؟ ما في لا قصة ولا مصة، بس اللي ثبت لي بعد هالتجربة الطويلة وبعد هالعمر المديد إنه النسوان آفة الآفات. لا تزعلوا، وهالشي مو من عندي، بالعكس هالشي جمعته من أفواه الناس ومن مختلف الأعمار كمان. هلأ مشان هيك ما تجوزت لحد هلأ؟ طبعا، لأنه المرأة يا صبحي بالنسبة للرجل جنزير، للشاب كابوس، للختيار عدو، للغني آفة، للفقير مصيبة، للموظف كارثة الكوارث. بقى ما أحلاني جايب كل هالبلاوي لبيتي صبحي. يعني ما بتعتقد أنه في استثناءات بهالموضوع؟ أبداً، وقسماً بالله ما تقري هالدفتر يلي معي حتى يشيب راسك من حيل النسوان وألاعيبهم. جنس جنس يا لطيف، اللهم عافينا. هلأ أكيد حضرتك جامع كل حيل النسوان؟ طبعاً، ما في بهالدنيا ملعوب من ألاعيب النسوان إلا بهالدفتر مكتوب حاوي أشكال وألوان. يعطيك العافية، أكيد أكل منك هالعمل جهد كبير. جهد بس، عمري واهبه لهالموضوع. وليش معقد كل هالقد من النسوان؟ بعدين لا تنسى أنه أصابيعك مو كلها مثل بعضها. أخي صبحي دخيلك لتناقشني؟ لا تناقش، يعني لا تخلي العواطف تتحكم فيك. أنت طبيب وبتفهم بالمعدة والعظام والمفاصل إلى آخره، أما أنا يعني بإمكانك تعتبرني باحث اجتماعي، ومواضيعي قائمة على الاستفتاءات، على الاستبيانات، على الاستقراءات، وكل دراساتي الميدانية عم تدل على أنه المرأة يا أخي صاحبة مكر وحيل وما في، ما في غير هيك، ما في. يعني ما بتعتقد أنه في استثناءات بهالموضوع؟ لا تأخذيني يا ثروة خانم، بجوز كلامي يكون دج وبيجرح بني جنسك، بيجرحه، بس للأسف يعني ما عندي استثناءات. أنا ما عندي منوب، كل النسوان نفس الطينة ونفس الخلطة وذات الأطباع كمان. بس الإنسان إلا ما يغلط يا سيد شفيق. إلا أنا لا، وخاصة بهالموضوع. ويلي مطمني إنه لحد هلا ما تهلي رأي ولا خبلي مسعى منوب. فعلا أمرك عجيب وحكايتك حكاية. عن إذنكم، هو بالحقيقة أنا بسافر كتير بس لأجمع قصص وحكايا النسوين لمعدتي. لك مو مشان التجارة؟ هو تجارتي ماشية سواء سافرت أو بركت بأرضي. وبشو بتتاجر حضرتك؟ عندي محل قماش، ولهالسبب بتلاقي هالمحل عم يعج عج بالحريم، عم ينعف نعف، وبهالطريقة بسمع من تمون، بلقط من لسانهم وبكتب بدفتري. الله وكيلك محلي من أصوات النسوان مثل الحمام المقطوع ميته، وعلى ضحك وصحصلة وكركرة، وبيجوز تكون الوحدة منهم بالبيت ساكتة مثل الخشبة، أما عندي بالمحل بتطالع الخمير وبتنكت الفطير. نسوان صهري في حالة إسعاف وبدهم إياك تروح معهم فورا. ما قالوا لك لوين؟ امبلا ضيعت كفر مشمشة. ماشي الحال، اللهم اجعله خير. إيه سيدي أنا مستأذن. لوين؟ بتطول؟ لا لا ما بطول، أبو ساعتين زمان. معلومك كفر مش بعيدة، لا تروح، لسه ما شفتك منيحة. وينك أخي صبحي؟ اعمل جهدك ترجع بسرعة، الله يرضى عليك. وإذا غبت أكثر من ساعتين بجوز ما تلاقيني، بجوز امشي، بدي إخلاقي. لأنه لك أشوف أنا ليش حصريتك ضيقة؟ لك أنا مثل أخوك، وثروت وفوزك مثل أخواتك كمان. يلا السلام عليكم. مع السلامة. اعمل جهدك ترجع بسرعة، الله يرضى عليك، بدي إخلاقي. لأنه الله معك حبيبي، مع السلامة. وينك ثروت؟ كرم ضيفنا ها، أدمينه فواكه وموالي، الله يرضى عليك. هذا صديق قديم وحبيب قلبي من زمان. إن شاء الله ما بقصك. سلام. مع السلامة صهري. أهلا وسهلا بالسيد شفيق، زارتنا البركة والله. الله يبارك فيكي يا مستورة. فوزات ساوي لنا قهوة خلينا نصحي راسنا. تأمري أختي. عن إذنك لحظة، رح غيب دقيقة واحدة بس. تفضلي يا خانم، ولو البيت بيتك، خدي راحتك. يعني راح وتركك لحالك مع النسوان؟ أي نعم. لعمة إيه، الله يعينك على هالقعدة. أنا ما عندي استعداد أسمع حكي النسوان دقيقة واحدة، بقى شلون والزلمة بده يغيب ساعتين؟
أكيد عادوا يتساخفوا ويبربروا مثل العادة. سيدي لو كانت القصة هيك كنت قلت لحالي ماشي الحال، بس مو هيك القصة منوب. طيب أختها حلوة؟ مو هون بيت القصيد. هات لنشوف شو اللي صار. هذا يا سيدي لما استأذنت ثروة خانه وفاتت لأوضتها، رجعت لي بعد 5 دقايق وهي لابسة أحلى فستان عندها ومتعطرة بأجمل عطر شميته بحياتي، وفردت لك شعر الحرير على كتافها ومكحلة عيونها ومسبلت لك جفونها وصايرة مثل البدر بليلة التمام. بصراحة لما شفتها صابتني الدهشة، الدهشة صابتني، ارتبط لساني ونملت ركبي وأنا قاعد. والحكي يا جماعة مو مثل الشوف، مو مثل الشوف. أهلا وسهلا. أهلين ست النساء. فوزات؟ نعم مولاتي، قصدي أمري أختي. جيبينا فواكه وتمر وكتري البلح نتفة، وعملينا شاي وغلي مع القرفة. حاضر أختي. العفو منك، ليش هالسئلة يا ثروة خانو؟ ولو واجب الضيف إكرامه والقيام بمهامه. ما بتقصري، ما بتقصري يا ثروة خانو. إيه سيد شفيق، شلونك؟ الحمد لله، نشكره ونحمده، ماشي الحال. بصراحة أنا بدي أسألك سؤال وبدي منك تجاوبني بصدق وجرأة، لأنه أنا روح قلبي الإنسان الجريء الصادق الصريح. مري ثروة خانو، أنا بالخدمة. شو رأيك بجمالي؟ إيه. يا ستي الله يستر عليكي وعلينا. شو بدي أقول لواحد؟ مقبولة، مقبولة ثروة خانو، مقبولة. مقبولة؟ يعني حدا بيقول للست بيع السباها وريعان شبابها مثلي مقبولة؟ شو بدي أقول لكان؟ معلش، قول يلي فكرك وما في داعي تخبيه وتداري، ويكون بعلمك إنه المرأة إذا حدا مدح جمالها بتنبسط، ما بتنزعج، وبتعتبر المدح تكريم لأنوثتها. ولو سلامة فهمك. صحيح، بس حضرتك متجوزة يا ثروة خانو؟ وإذا كان متجوزة يعني؟ قال متجوزة. قال قصدي يعني خلي جوزك يمدحك، يعني بيكون أنسب، أنسب ثروة خانو. تسلم لي يا شفيق، بلاها ثروة خانو، عم تطلع من تمك غليظة كتير، كأنك موظف بالنفوس أو كأنك شعارة حلجي تحت الشمسية. شو بدي أقول لكان؟ قول ثروة حاف. ما بقدر ثروة خانو، ما بقدر، لا 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 لا. عذريني. أنت جرب وقول. لا لا لا، عيب عيب، ما بيصير، ما بقدر منوب. ولو ثروة خانو، شو عم تحكي أنت؟ طيب أنا شو ذنبي إذا أنت ما بتقدر؟ حابة أسمع اسمي من تمك. صعب كتير ثروة خانوم، يا ثروة خانوم صعب كتير. ما في شي بيصعب عليك شفيق. آسف حبيبتي، أرجوك لا توقفي بطريقي. ليش؟ لأنك حبيبة صديقي. صحيح، بس آخ آخ يا شفيق، بقول الآخ وبيطلع من صدري شحار أسود، وهبال التنهيدة بيحرق لي حلقي وبيلط ولط. سلامتك سلامتك. ليش؟ لأني صحيح أنا متجوزة من صاحبك الدكتور صبحي، بس يعلم الله أني كابسة ملحي على جرحي وساكتة، وحالتي لا بتسر لا عدو ولا صديق. خير؟ ليش؟ والله دكتور صبحي على سلامته. والله بالعكس، ولي على قامته، والله يعين كل ست متجوزة دكتور. معقول اللي عم بسمعه؟ لكان معقول بيتركني بأنصاف الليالي وبيركض ورا المرضى؟ معقول؟ الله وكيلك كل يوم على هالحالة. بعلمك منكون عم نتساير سوا وبدينا ننهى باللذات قياما وقعودا، بعلمك بندق الباب وبياخدوا لي اياه موجودا. بس هذا واجبه يا ثروة خانم، ومو لازم يتاخر عن حالات الاسعاف. صحيح، بس كمان من واجبه يعتني باهل بيته، يعني بيهون عليك صبيه مثلي مثل قلب نهار، تنزبل زبل مثل قشر الخيار. حلفتك يمين تحكي ضميرك ولا تبخل علي بعصاري تفكيرك. هو اذا اجينا لل لا، ولو كنت بشعه منقول فيها وما فيها. هلا بزمتك يا شفيق تصارحني، انا بشعه شي؟ نعم. ها؟ لا 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 ابدا. يعني حلوه ما هيك؟ طبعا طبعا. شو؟ طبعا حلوه للاسف.
جمالي للكب بتغندر وبتعطر وبتحمر وبالاخير بيطلع على فافوش ويحسر علي. لا في مين بالفعل كشكشني ولا في مين بالكلام يدندشني. بس عفوا يعني عدم المؤاخذة، انا ملاحظ انك متفاهمة كتير مع صبحي، مو هيك؟ لا تغرك المظاهر، صبحي اناني مو بهمه الا نفسه، وعنده ضفر مريض من مرضى بيسوى 50 وحدة مثل حكايتي. لا ما له حق منوب، ليش هيك عم يعمل هاد؟ شايف؟ شايف شو قصير نظر؟ هو نحن بالأول كلنا مثل القطط، نتقاتل بالمطبخ ونتصالح على الأسطوح. بس هلأ يا حسرتي على هلأ، لا عاد في خناقة ولا عاد في صلحة. الرجال مطنشني على الآخير. ولا يهمك، بس يجي بعمل له رصة وفركة إذن. بفركة، اعتمدي علي. لا تعذب حالك، ما في فايدة. إيه لكن شو العمل برأيك؟ العمل هو أنت. أنا؟ وشو بقدر أعمل أنا؟ كون صديقي. إيه بس أنا؟ أنا من أول ما شفتك قلبي خفق 3 خفقات، وأنا بمجرد ما قلبي يخفق 3 خفقات معناها الحب داهمني وغرامك غزاني غزاني. طولت طولت، فوزت خانو بالقرفة، يا ريت عملنا زهورات زهورات. أسلام شو الحكي؟ تأمر أمر يا نور عيوني. يا فوزت جيبي لنا بدال القرفة زهورات وبدال التمر كافور. قلي شو شعورك تجاهي، وأرجوك لا تردعني بصدك ولا تفجعني بردك، لأنه ما أنا بالنهاية إلا امرأة أحبت بجنون. الحقيقة أنا قول شفيق، قول لا تستحي. العواطف الهياجة عمرها ما خضعت للمنطق، والحب إذا عربت بالقلب طاشت العقول. بس أختك، أختك شو بدك هلأ بأختي؟ يا فوزات لا تجي لحتى ناديلك. منيح هيك؟ قول هلأ شفيق، قول لا تهني أكثر من ذلك، ولا تخليني أسحب الكلام منك سحب. كبريائي ما عاد يسمح لي، ومن عادتي أصون كرامتي قبل حبي. علي الأمان. عليك الأمان والإطمئنان كمان، بس عجل عجل وصارحني بمكنونات صدرك قبل ما يجي صبحي. الحقيقة يا ثروة خانم. بلا خانم تقبرني إن شاء الله. بعيد الشر. الحقيقة يا ثروة، أنا من أول ما شفتك طرق قلبي بصدري 4 طرقات، وبمجرد قلبي ما يطرق 4 طرقات بصدري معناها انتهى أمري، فرطت. سلامة قلبك يا قلبي. وبصراحة حسدت له صبحي ولعب سمي منه، وتمنيت لو فز هيك من محلي وأخنقه بإيدي ونطوت على جثته وأنا عم قهقه. لهالدرجة سبيتك؟ سبيتيني وبس، سبيتيني وجننتيني ولعنتي أفطاسي. لك انت شقلبتي كياني كياني كلياته فوقاني تحتاني. يعني حبيتني مو هيك؟ حبيتك حب لو وزعوه على قلوب رجال الأرض جميعهم لأصبح كل واحد فيهم مجنون ثروات. حلو حلو كتير. فطفت حبيبي فطفت. ولما طلعت بعيونك المخملية حسيت هيك شي سرابي بدني مثل الكهرباء، ونفضني نفض، وتغلغل الغرام بالنخاع الشوكي تبعي وخدرني تخدير لذيذ. تطلع على قبري يا شفيق ما أحلاك، كمل روحي كمل. ولما صافحتيني يا نور عيوني شعرت بإيدك بين إيدي كأنك بتولة من راحة الحلقوم، طرية ناعمة ودافية. وكنت كنت لولا العيب والحياة بدي عصا أو بوسة أو عضة، احترت بأمري يعني، تركتها دشرتها، بس النار عم تشعل بصدري وتتأجج مثل فرن الفطاير. لهالدرجة؟ لهالدرجة كنت عم تتعذب بسببي؟ أضرب عليك شو عانيت بهالنص ساعة؟ عانيت كتير، وحسيت كأني بعرفك من زمان، وبصراحة سخطت على جوزك الحيوان. لا تسبو شفيق، خلينا بالمهم. أما الوشاح اللي كنت شالفتيه على راسك بإهمال عفوي، فتمنيت أن يكون طير مئزي أو غراب شرير حتى أخطفه من على راسك وخبيه بصدري ودفي عظامي فيه وشمشمه واستنشقه وفصله دزينة فوط وأتحش بجيبة كل طقم فوطة. يا الله عليك شو بتعرف تحكي. إيه والله جوزي بعمره ما حكاني مثل هالكلام. كلامك حلو كتير، لك حلو كتير مثل العسل. تركينا من جوزك هلا، لا تجيبي سيرته، بلش دمي يغلي من ذكره. اخس عليك يا شفيق، هذا جوزي. ايه صحيح، بس بيضل ضرتي ضرتي هاد، ما بقدر طيقه ما بطيقه منه، بعذريني. طيب واخره حبنا؟ ما بعرف، بس انا هلا بما حضر
حاسس اني لازم ضمك لصدري الضم اهرس ضلوعك فيها هرس، كانه انا وياكي بليله العرس، واعطي هالاجدب يلي عم يهملك درس. خفيف شو صار لك؟ ما بعرف، عرفنا انشغل تفكيري وبلشت العواطف تلاعب بمصيري. شفيق شبك؟ وقف عندك العمى ضربك. خير حبيبتي؟ شوفي شو صار؟ شو صار يا غدار؟ يا فوزت؟ فوزت؟ خير اختي شو صار؟ انتهى مفعول اللعبه بعد ما شرب اخونا بالله الشربه. شو عم تمزحي يا سروات؟ سروات خانم ست راسك. طيب فهميني شو صار لك؟ هلا كنا حلوين مع بعضنا. انا اللي بدي اسالك، يا ترى هالحيله هي كاتبها بكتابك؟ انو حيله؟ انو حيله؟ لك بتريدني هلا اصرخ عليك صرخه طبق عليك الجيران واهل الحاره؟ لا 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 تعمليها مشان الله، اسريني الله يستريك. لك يا عيب شو ما عليك اللي ما بتخاف من ربك، لك والله لو لمينا جيران عليك غير يعملوا اكبر قطعه فيك اصغر من شحمه ادنيك. سامحوني مشان الله، انا اخطيت منكم سماح، المسامح كريم يا ستاتي. يا ترى هالحيله كاتبها بكتابك؟ الحقيقه انا لك والله لو عشت عمر نوح ما رح تقدر لا على النسوان ولا على حيال النسوان ولا على مكر النسوان. بقى شو قلت؟ صحيح كلامك صحيح، ما بقدر على النسوان منوب. ايه صرعتنا وانت عم تهيني النسوان وحاطت نقارك بنقارنا، ما احترمت مشاعرنا كأنه نحن رفقاتك بالقهوه. ايه بعمري ما شفت مثل هيك وقاحه. لا وصبحي من طيبه قلبه وما عرف يخرسه ووقفه عند حده، تركه يحكي على راحته. صحيح صحيح صحيح، كتر خيره، ما خرسني زلمه، ما خرسني، ما وقفني عند حدي، كتر خيره. وهلا شو رايك بالنسوان؟ النسوان يا ست، النسوان ستاتي، النسوان ستاتي وتاج راسي من فوق. وشو رايك باختي سروات خانم؟ سروات خانم، سروات خانم اصيله، اصيله من طهر اصيل، قسما بالله اخت رجال. ما بيكفي هالحكي غيره. عفيفة وشريفة ووفية لجوزها ومخلصة لبيتها وبينحلف براسها قسم. ما عطيتها حقها، احكي كمان. معك حق معك حق، ثروت خانم فارسة الفرسان وشجاعة الشجعان وسيدة الحرائر وبالكلام أميرة الأميرات، باللطف ملكة الملكات. بس مشان الله مشان الرسول الأعظم استروني، لا تحكوا شي لصبحي. صبحي دخيلك أحسن ما يصحى بقتلي أو ذبحي. هذا رأيك فيني خصوصا، بقى شو رأيك بالنساء عموما؟ شجاعات، صابرات، مضحيات، أمهات المستقبل، مربيات أجيال، صانعات أبطال، كلهم فوق راسنا، فوق راسنا، ما في مجال، فوق راسي، فوق راسي. لا تكون عم تنافق وترائي. والله ما عم نافق أو رائي، بالعكس فورا رح انتسب للاتحاد النسائي. أصبح ما بقى قدامك إلا شغلة وحدة تعملها، ووقتها منفكر بأسلوب عقابك. مري سرفت خانم، مري أنا بأمرك. وين دفترك اللي عم تكتب فيه حيال النسوان؟ ليكو، ها هاي الدفتر. شقه قدامي لشوف. بس عم قلك شقه، شقه قبل ما خلي صبحي يجلدك 100 جلدة يجيبوا أجلك. لا 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 ما في داعي ما في داعي، على عيني وراسي رح شقه. تعاكبهم. حاضر حاضر. وهلا سامحتيني؟ هلا الله معك، اوعى تفكر تمرق من هالطريق ولو مرور. يلا لشوف، مع السلامة. حاضر. يلا حاضر حاضر حاضر. تأخرت عليكم مو هيك؟ لا تأخذني يا أخي شفيق، مشواري كان بعيد وحالة المريض كانت خطرة. يعطيك العافية. شبك مصفر لونك؟ دللتي ضيفنا يا سروات؟ لكن ولو نسترجي نحصى أوامرك، بعدين هو ضيفك ومثل أخوك وبالتالي نحن مثل أخواته، ولا شلون سيد شفيق؟ شو؟ ايه طبعا طبعا. بس شايفك يا شفيق كأنك ممغوص، بعدين لونك مصفر وحجر عينك شاحب. لا تنسى أنه أنا طبيب، يعني حالتك ما بتسر بنوب. ايه الحق معك، بس المسكين اتشردق بشقفة سفرجلة، فاضطرينا أنا وأختي ندحه على ظهره مشان ما يختنق. شو الحكي؟ سلامتك يا شفيق. يلا بالإذن. إيش هو بالإذن؟ يعني حضرة الشياطين هربت الملائكة؟ لا بس واعد جماعة بالسوق ومو حلو ينطرهم أكثر من ذلك. يلا السلام عليكم. الله معك سيد شفيق. أمانة لا تنسانا وتبقى تزورنا، تعرف صبحي مثل أخوك ونحن مثل أخواتك. حاضر حاضر. السلام عليكم، خاطركم. الله معك الله معك.
جوعان كثير، شو عاملين عشاء؟ يتقبرني مع عش الجوع، انا رح احط العشاء. تسلمي يا فوزات. شو القصة؟ شايفك متغندرة ومتهندزة. ايه لا قصة ولا شيء، بس تركت الضيف عم يقرا بكتاب الحيل تبعه وقلت لحالي لزبط حالي لبين ما تجي. لعمة لعمة للقفلة. ولك يا زلمة شرشحوك شرشحها لا قبلها ولا بعدها. ولهالسبب زادت نقمتي عن النسوان وقررت عدم الزواج طول ما أنا عايش. بس أنت إذا تزوجت وحدة مثل ثروت خانم راح ترفع راسك فيها. ما بدي أرفع شيء، ما بدي أرفع شيء. يخرب بيتهم، لك يخرب بيتهم مثل الحياة المرقطة، بيقرصوا وبيخبوا راسهم وبأنيابهم السم الزعاف، والوحدة منهم تعطيك من طرف اللسان حلاوة وتروغ منك كما يروغ الثعلب. أخي فوزي مشان الله بوس إيدك، عجل بقى عجل، أسس نادي كارهو النساء، أسسه. راح تطلع الموافقة قريبا إن شاء الله، والطلب موجود على طاولة الرئيسة، بس بده توقيع. يلا. وين أستاذ فؤاد؟ وين هربان؟ ما بدك تحكي لنا قصة؟ لك أجلو أنا بعدين بدنا نسوي لكم قهوة هلا. ما بدها تأجيل المسألة، قاعدين وقاعدين شو في ورانا؟ قلتك ما في مرة تقول لك وينك لهلا ولا في مرة تردح لك على باب السقا. مولنا من راسنا بنعرف خلاصنا. عود عود سمعنا. عود عود سمعنا لشو؟ أنا يا جماعة قصتي قصة قد تبدو سخيفة، بس الحقيقة أحيانا مرة، وياما ياما شغلات بسيطة تسببت بكشف أمور كبيرة. والقصة اللي حصلت معي ما بتدل على طيبة قلبي بقدر ما بتدل على مكر النسوان وقوتهم واحتيالهم. يعني أنت تجوزت وطلع نقبك على حجر؟ يعني فيكن تقولوا تجوزت وما تجوزت. إيه شو هي حزيرة يعني ولا شو؟ مو حزيرة، بس هذا اللي صار معي حاصله. أنا ما رح أكتر الشرح ورح أفوت بالقصة دغري. هذا يا سادة يا كرام، كنت مرة بإحدى الليالي الشتاء الحزينة قاعد ببيتي عم بلحس دبس وطعينة، وكامر حالي بهالحرام من بردي وعم بسمع غنية لسعاد محمد أنا وحدي. والمطر يا خي بأرض الديار كابسة، والبرق عم يدخل من الشباك علي، السما مسودة وعابسة، وأنا داحش المنقل بين رجلي، يعني مستمتع بوحدتي وحاطت جنب مني مخدتي حتى إذا انعست على غفلة إلوي عليها رقبتي. بينما أنا في هذا الانسجام الذاتي حدثتني أغرب قصة بحياتي. على غفلة دق الباب بالسقاطة والهواء عم يصفر صفر، والناس لأنه النهار قصير والغيم أسود عم تنام بفرشاتها للعصر. بقى مين الضيف اللي قاصدني؟ خفت يكون يا غول يا جني. المهم تعوزت بالمنجيات السبع وقلت مو حلوة يا رجل طلطي بقوطك مثل الخفاش. فتحت باب الغرفة ولبست الباب واجتزت أرض الديار في الدهليز هيك لحتى وصلت للباب. مساء الخير يا أخي. مساء الخيرات. انس ولا شن حضرتك؟ قل هو الله أحد. شو هالكلام اللي ما له طعمي عند هالمساء؟ هذا واض ما تقلي تفضلي وتحميني من هالمطرة. من عيوني، بس حضرتك مين بتكوني؟ هلا الكلام على باب صقاق ما له طعمي، بقى خليني ادخل حتى دفي عضامي البارد. طيب ما بدي افهم شو طلبك بالأول؟ أنا إنسانة محتاجة وما لي عزة ولا جاجة حتى تردني خابي من على باب صقاق. بقى خليني ادخل لأنه ملايتي ما عم ترد البرد مثل المنخور. طيب تفضلي تفضلي. يكتر خيرك يا أخي، الله يعز اللي ربوك، لأنك فعلاً شهم وطالع لأبوك. ليش بتعرفي أبي؟ لهلك أنا اللي بعرفه شلون ما بعرفه. الله يرحمه ويحسن إليه. نحن كنا جيران من 10 سنين بحارة الأرماني، وبالعلامة أمك اسمها نظيرة خانم نصيوتي. لساتها عايشة يا ترى؟ لا توفت من 5 سنين الله يرحمها. فوتي 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 عدي ودفي، حاكم البرد برا بيري جلد. بس لحد هلأ أنا ما عرفتك. وشلون بدك تعرفني أنا وبهالمنظار؟ أصلاً أنا كنت طفلة بأولي لما كنت أنت شاب بأولك. عفواً، الاسم الكريم؟ ف...
فوزية شرشف. أنعم وأكرم. بتعرفوا اللي بيت شرشف؟ لا والله ما حصل لي الشرف. يا سيدي هدول أكبر تجار صرامي بهالبلد، أنت أكبر قدر. ما بتشوف الشحاطات والزرابين اللي معلقة باب الجابية والمصنوعين من كوشوك السيارات؟ بلا. إيه جدي أبو عدنان الصرماياتي هو شيخ الكار تبعه. أنعم وأكرم. عرفته؟ لا والله. تشربي شاي؟ إيه منيحة بدها سؤال. إيه على عيني. ايه ستي ممكن اعرف هلا شو طلبك؟ طلبي يا مرحوم البي ظاهر وعسير بس حلو يا سيدي. مري اختي. قبل ما افوت بالحانه بدي منك تستوعبني ولا تكشر بوشك وتروحني. ما بيصير الا الخير، تفضلي احكي. هذا يا مكتور الخير انا مرة مقدرة، يعني بعكس ما بيوحي لك منظري، ومن جديد صايرة معترة وما عم بعتني بمظهري. نعم 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 تفضلي. والحقيقة أنا ست متجوزة بس بالاسم فقط. شلون يعني؟ يعني بعد جوازي بست شهور تركني جوزي وسافر لبلاد برا وانقطعت أخباره عني 10 سنين وتركني مثل الباذنجانة الوحيدة اللي نسيوا يقطفوها ويبست على أمها بهالبستان، ولا عاد تنفع لا للمخلل ولا للمعود ولا للمكدوس ولا لأكل التيوس. أوف شو هالجوز اللي إليك؟ العين الطراءة تصيبه ولك الطاعون الأصفر ينيبه، تركني مثل الخرقة وبزقني من تمه فرد بزقة، وهذا كله بعد شو؟ بعد ما مص عسلي واستنشق عبيري، يعني بعد ما كنت درقني رياني ساواني مثل التمرة النشفانة، ولك إلهي إلهي ياخذ جزوه ويعتر كل مين بيحزي حزوه. طيب ما حاولتي تبحثي عنه؟ بحثت، شلون ما بحثت عنه؟ والله بحثت، بعثت أخبار للجرايد والإذاعة وبعثت لبرنامج لقاء الضائعين واجتماع المحبين وحبل الوداد وجسر المحبة وتلفريك العشاق، بس ما في خواص، ملح وداب، ولك يخرب بيته هرب مني وكأني برصة وسافر لبعيد بأول فرصة. المهم شو الطلب هلا؟ لا ورحت لعند القاضي افضل حمايتي وحكيت له روايتي ورفض تطليقي ووقف مثل غيمه شباط بطريقي. ماشي الحال ماشي الحال، بس انت فاهميني هلا شو طلبك حتى اقدر اخدمك. طلبي هو كالتالي، بدي منك يا مكتور الخير يا ابن نظيره يا سليل الكرام تروح معي لعند القاضي افضل حمايتي وتقول قدامه انا جوزة لهالمخلوقه يعني جوزي وتطلقني قدامه. نعم بدك ياني اعمل حالي جوزي؟ انت هيك قول بس وطلقني فورا، طلقني قدامه. انا بصراحة بدي اتجوز على سنة الله ورسوله، وفي حوالي شاب راغبني وحاببني وعين الله حوله، ويعني بعد ما تطلقني وتخلص العدة بدي فرح شبابي بهالشاب اللي مثل الوردة، واذا بدك مصاري بعطيك بس لا تخيبني الله يخليك. قديش قدك إكرامية؟ لا لا أختي ما بدي شيء ما بدي شيء، خبي قرشك. يعني قبلت؟ شو قبلت؟ الشغلة بدها دراسة وتفكير، قال قبلت قال. شو الشغلة كيمياء؟ ما بدها شيء المسألة، كلمة عند القاضي وانتهت المشكلة. إيه بس يعني لا تخيبني مشان الله، وإذا كنت اللهوي بتاخذ أجرك من الله. يعني هو صحيح الطلب غريب وما ما يعني يعني هلأ ما بدها مكمكة وتفكير وتكتكة، كلمة ولا تغطاها، بدك تخدمني ولا أم اتيسار؟ ماشي الحال أختي ماشي الحال، أنت بتستاهلي كل خير. على كل حال بكرة بروح أنا وياكي لعند القاضي أفضل حمايتي. لك روح روح إلهي بجاه ما خلقت من مطر وبرق ورعد، بجاه الليل العاصف وهالهوى النازل، بجاه المطر اللي عم يزخ وهالرزاز اللي عم يرخ، يجعل له الإنسان حديقة بجنتك وفيلا ومسبح بفردوسك. إلهي يا حق
أخي استر ما شفت مني، وبكرة الله يخليك لا تنساها موعدنا عند القاضي. إن شاء الله إن شاء الله. يلا. أهلا وسهلا. شرفتي أختي. الله معك، تفضلي. الاسم الكامل؟ فؤاد فياض المايل. عمرك الافتراضي؟ 50 سنة سيدي القاضي. وين ساكن يا فؤاد؟ بتل الرماد. وين بيجي هاد؟ قريب من تل اللوز. بأنو خانة؟ أبو درعنة. شو العنوان؟ درب التبان. بأنو حارة؟ حارة نسية الزمن. جاوب منيح. حارة حمام الإيشاني. الفرع الأول ولا الثاني؟ الفرع الثاني. شو رقم البناء؟ البناء 22 سيدي. شو رقم بيتك؟ 999. شو اسم أبوك؟ أبو كامل. اسم أمك؟ أبلة نظيرة. اسم خالتك؟ سوريا سيدي. شو اسم جوزها؟ الدغري. شو هالعيلة هي؟ عائلة 5 نجوم سيدي. ليش تركت مرتك وسافرت؟ قضايا عائلية. بس هالشي الله ما بيريده سيدي. الله يلطف بعبابيده. يعني واحد بترك مرته 10 سنين شو بتسميه؟ العنيد سيدي. وشو بتسمي هالأيام الطويلة اللي تركت مرتك فيها؟ أيام الغضب. يعني أنت ندمان؟ يا ريت اللي جرى ما كان. مهم هلأ شو قولك؟ يلي بتشوفه. ايش بدي شوف؟ 10 سنين تاركها بلا مصروف وبلا معين، وهالشي ما بصير منوب. أنا بصراحة جاي من شان طلاها. وهذا الشيء اللي لازم يصير، لأنه حبل الوداد بيناتكم قطع، والعشرة بيناتكم فرطت. صحيح سيدي صحيح. وبيني وبينك منيح اللي عرفتك على حقيقتك بعد هال10 سنين، يخرب بيتك وبيت بيتك، شو ما فيك بايقة؟ ظروف وحكمتني سيدي. وأنا كمان رح أحكمك، مو بس الظروف. بشو بدك تحكمني سيدي؟ اسكت هلا اسكت. قربي لهون يا حرمي. مر سيدي. هالزلمه رح يطلقك، شو بتقولي؟ صحيح الطلاق في خربان بيت، بس اللي بده اياه بيصير سيدي، لانه هو الرجال مو انا. طلق قدامي لشوف اذا كنت حابب. انت طالق طالق طالق. حلو كتير. يا ترى بتبري من كل حقوقك ولا؟ أعوذ بالله. قال إبري. قال وليش لحتى إبري سيدي؟ هذا فوق ما تركني 10 سنين سيدي. أنا ما بطلع من هون قبل ما أخذ حقي ومستحقي ونفقة طلاقي كمان. شو الدنيا فلتانة ولا الجواز لعبة ومسخرة؟ بعدين أنت ما بتريده يا سيدي القاضي، محلا قاضي القضاة وأفضل حماية، يسكت على إهدار الحق. ومين قالك بسكت؟ أنا ما بسكت أبدا. أعطيها حق أو لا؟ أنو حق هذا سيدي؟ أنو حق يعني؟ نفقة طلاق أو نفقة ال10 سنين اللي غبتون عنها. بس يا سيدي أنا مو. شو أنت ولا؟ احكي بالمشرمحي. أنا موج. أنا ما معي. أصبح بتنحبس فيهم، لأنه حق المرأة فيما يتعلق بالنفقة يعتبر من الديون الممتازة والسمينة يلي بترتب عليها أني زجك بالأنينة. بقى يا خليها عندك وأنا بجدد لك عقدك، يا سرحها بإحسان وحل كيسك يا جبان. بس خلاص بلا بسبسة، ودفع بالتي هي أحسن. على كل حال قررنا نحن القاضي أفضل حمايتي تغريم المدعو فؤاد فياض المايل بدفع نفقة مترتبة لزوجته مقدارها 90 ذهبة مؤخر صداق، وعلى أن يدفع كل شهر ذهبة هيك لحتى يموت أو تتجوز مرته. وإذا تأخر عليك يا أختي مالك غير تجي لعند القاضي أفضل حمايتي، حتى إذا تحيوان ورجي رزالتي وحل عليه سألتي. يلا الله معكم. يا لطيف على هالمقلب اللي أكلته. إيه بقى مو من شيء قليل بيكره النسوان سيدي. الله يغنينا عنهم وعن مشاكلهم سيدي. ما متنا بس شفنا مين مات. فعلا كل مشاكل الكون وراها مرة بعيد من هون. اي سيدي بتسمح لنا هلا ديارك عامرة بكير. لا لا يوم الحاجة بوصلكم لكان. اخ لا ولا خليك مرتاح. خليك تفضل. خلي لي اياك. تصبح على خير. انت من اهل السلام. خيرك عامرة ان شاء الله. الله يرضى عليك. يلا السلام عليكم. اخرنا عليك اليوم. بكره بكرة معلش ان شاء الله. يلا السلام عليك. سلام اهلا وسهلا مرحبتين. يسلم لي اللي خلقك.